كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. سيد عاطف الفريخة المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للمستقلة الانتخابية دائرة صفاق سفنين، إذا تمت بسلام عملية تسليم الصناديق أو توزيعها على مكاتب ومراكز الاقتراع. كما تعرفوا اليوم انطلقت عملية توزيع المواد الانتخابية على كافة مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع مع الجيش الوطني وقوات الأمن الوطني. العملية انطلقت اليوم 12 أكتوبر 8 صباحا، وانتهت العملية خروج الصناديق من المخزن الجهوي على الساعة 11. دونك في الوقت هذا الحالي تو رؤساء المراكز قاعدين يستقبلوا في الصناديق للدورة الثانية الرئاسية، وان شاء الله غدو يكون الاقبال باهي وان شاء الله العملية تكون بنجاح. منتظر اذا بالنسبة حتى فرز النتائج غدا، يمكن ليلة غد يمكن أن نتعرف على النتائج بالنسبة لدائرة صفاقس 2، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لدائرة صفاقس 1، بالنظر إلى أن هناك مترشحين فقط بما يسهل عملية العد والفرز. صحيح العملية مش تكون نتائج مش تكون موجودة قبل التوقيت الانتخابات التشريعية، باعتبار أن زوز مترشحين الانتخابات، لكن في العملية تجميع النتائج كما تعرفوا نفس العدد نتاع عدد المحاضر اللي هو مش يكون تثبت منهم وتصحيح وقيام بالتطبيقات اللازمة والعدد. دونك العملية مش تكون أقل برشا، صحيح مش تكون أقل، لما ثم عملية كاملة مش تتم مربوطة بعدد المحاضر والتثبت منها. عدد المسجلين للانتخابات الرئاسية أكثر منه في عدد المسجلين للانتخابات التشريعية. صحيح الانتخابات الرئاسية عندنا بالنسبة للدائرة الدائرة الانتخابية صفاقس 2 328777 الرئاسية. كما تعرف في عملية التسجيل سجلنا مدة التسجيل كانت بالنسبة للرئاسية انتهت بعد التسجيل التشريعية، دونك فما تفاوت أما صغير جدا، دونك ما يأثرش مئات أصواته.